بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ومحمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. الإخوة والأخوات أعضاء الجمعية الجغرافية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء الجمعية العمومية 29 في مدينة الخرج، شاكراً ومقدراً لكم الحضور والمساهمة في أعمال هذه الجمعية وندوتها العلمية المصاحبة. الإخوة والأخوات، ونحن نقترب من نهاية عام كامل من العمل الدؤوب، بل من نهاية الدورة رقم 13 لأعضاء مجلس الإدارة الحالي، والتي استمرت من عام 1431 إلى عام 1434، وكنا أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة خلال هذه الفترة سعيدين جدا بتقديم كل ما نستطيع لخدمة الجمعية، ونأمل أن نكون قد أدينا الأمانة وحققنا بعض طموحاتكم، ولكن لكل أمر بداية ونهاية، وقد آن الأوان لفرسان هذه الدورة بالترجل ليستلم زمام الجهاز التنفيذي في الجمعية أعضاء عاملين تثقون فيهم لاستكمال مسيرة العمل والعطاء. ونتمنى أن يكون اختيار الأعضاء الجدد موفقا ليستمر البناء متماسكا ومنتجا. لا شك أن التقريرين الإداري والمالي لهذا العام والأعوام الثلاثة السابقة لهذه الدورة تؤكد تحقيق جمعيتكم العديد من الأعمال الناجحة، وإن كان الطريق ليس دائما مفروشا بالورود، وإنما قد تعترض عبور هذا الطريق بعض الصعوبات، ولكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بتعاون أعضاء مجلس الإدارة ودعم أعضاء الجمعية أمكن التغلب على العديد من هذه الصعوبات، بل وتحقيق العديد من النجاحات التي نعتز بها جميعا إن شاء الله. ولعل من أهم المنجزات أن حققت أعمال الجمعية التميز على مستوى الجمعيات العلمية في جامعة الملك سعود، وعددها 52 جمعية، وذلك بتحقيق المرتبة التاسعة على مستوى هذه الجمعيات والمرتبة الأولى على مستوى الجمعيات الإنسانية في الجامعة. ولذلك استحقت جمعيتكم أن تحتل فئة المرتبة الأعلى في جوائز معالي مدير جامعة الملك سعود. هذا التميز لا يمكن أن يتحقق لولا دعم جميع المنتسبين لحقل الجغرافيا أفرادا ومجموعات وأقسام علمية. وهنا أود أن أقدم شكري الخاص لسعادة الأخ الزميل أستاذ الدكتور علي بن محمد شيبان العريشي، عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية في جامعة جازان، الذي استشعر أهمية بيت الجغرافيين وهي الجمعية الجغرافية السعودية، وإشراكها بفعالية في أعمال الندوة العاشرة لأقسام الجغرافيا في الجامعات السعودية، مما أسهم بالإضافة بالطبع إلى معايير أخرى في تحقيق هذا التميز. وهنا لابد أن أهتف في آذان رؤساء أقسام الجغرافيا والعلوم الاجتماعية في جامعاتنا السعودية بأن تحذو حذو هذا العمل الجاد المثمر الذي ينعكس إيجابا على البناء الجغرافي المتمثل في جمعيتكم، ويعرف بأهمية وفعالية هذا العلم الذي ننتمي إليه، وليس العمل بفردية عجيبة وإقصاء الجمعية من أعمال أي تظاهرة علمية كما بدر للأسف من قلة من هذه الأقسام. ومن المنجزات التي حققتها الجمعية استمرار عقد المحاضرات العامة وحلقات النقاش والدوريات العلمية والرحلات الداخلية والدولية. ولا ننسى تطوير موقع الجمعية ومنتدى الجمعية على الشبكة العنكبوتية بعد الاختراقات التي تعرض لها، وكما يقال رب ضارة نافعة، فالحمد لله على كل حال، فقد خرج الموقع بحلة جديدة أكثر جاذبية وأكثر تفاعلية مع الأعضاء وزوار الموقع والمنتدى. ولكن لا زال تفاعل الأعضاء مع المنتدى ضعيفا، وكذلك مع صفحة أصدقاء الجمعية في الفيسبوك، وإن كان يعوض هذا الإحجام الغريب تزايد أعداد الزوار من غير الأعضاء. والعمل مستمر بثبات،
ولله الحمد في أعمال السلاسل العلمية والثقافية التي تصدرها الجمعية، حتى تخطينا ولله الحمد الرقم 100 في إصدارات سلسلة بحوث جغرافية. ولعل البعض يشتكي من صعوبة وطول فترة الانتظار في الإصدارات العلمية في الجمعية، ولكنني أؤكد للجميع أن هيئات التحرير تعمل بجهود خارقة في الاستجابة واستكمال الإجراءات اللازمة، ولا يؤخر صدور بعض الأعداد إلا تأخر ردود بعض المحكمين أو تأخر المطابع، وأحيانا تأخر الباحثين أنفسهم في الأخذ بملاحظات المحكمين. أما فيما يختص بالصعوبة فنحن نعمل جاهدين على التميز، وأن لا تصدر في هذه السلاسل العلمية التابعة للجمعية إلا البحوث المتميزة. فقد اعتمدت سلسلة بحوث جغرافية ضمن الإصدارات المتميزة في جامعة الملك سعود، والعمل يجري على اعتماد المجلة العربية لنظم المعلومات الجغرافية. ومن الإنجازات المهمة للجمعية هو تفعيل الشراكات مع المؤسسات والجمعيات التي تتفق أهدافها مع أهداف الجمعية، فعملنا على استمرار الموجود منها، مثل مذكرات التفاهم مع الاتحاد الجغرافي الدولي ومجلة لابنتز الألمانية والجمعية الجغرافية المصرية، وكذلك بناء شراكات جديدة كما تم مع مؤسسة المعرفة لنشر السلاسل العلمية وشركة الإدريسي التعليمية والجمعية التونسية للإعلام الجغرافي، لأن لمثل هذه الشراكات دور مهم في تقييم الجمعيات العلمية في جامعة الملك سعود. نأمل أن يستمر البناء على هذه الجهود في الدورة القادمة للجهاز التنفيذي في الجامعية. ومن الإنجازات فتح مجموعات لأعضاء الجمعية للتواصل الثقافي والاجتماعي على شبكة واتساب، وإن كان بعض الأعضاء قد خرج عن الهدف من هذه المجموعات برفع بعض المشاركات الجارحة والمؤذية للمشاعر على الرغم من التنبيهات المتكررة، مما دفع بعض الأعضاء إلى الدعوة إلى إغلاق هذه المجموعات أو الانسحاب منها. وأنا أقول هنا على رأي تركي الدخيل في أحد كتاباته الصحفية: ما أسهل منهج سكره. لا شك أن هذه المشاركات قربت الأعضاء بعضهم إلى البعض في تبادل المعلومة الجيدة والمفيدة، ولذلك فنحن نسعى إلى أفضل الطرق وأنجحها في الاستفادة من تقنيات الاتصال، وليس أسهل الطرق لمعالجة المشاكل. هذه بعض الإنجازات، ولكن الطموحات أكبر مما أنجز، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا بتحقيق هذه الطموحات، ولكن هذا التحقيق يتطلب المزيد من التعاون والمشاركة الفاعلة حتى يبرز دور الجمعية في إحداث حراك ثقافي جغرافي وطني ودولي. وبالأمس القريب تم منح رئيس مجلس الإدارة الجمعية جائزة الاتحاد الجغرافي الدولي The International Geographical Union Prize، لأن هذه الجائزة تمنح للأفراد من الاتحاد الجغرافي الدولي، ولهذا فأنا أجير هذا التكريم للجمعية لما تحقق جزئيا فيما قدمته الجمعية من تعريف بالاتحاد وترجمة موقع الاتحاد والنشرات الجغرافية التي يصدرها الاتحاد والمشاركة في لجان الاتحاد. وفي الحقيقة إن التكريم لشخصي لم أكن لأبدله بالشرف العظيم الذي حظيت به لأكون ضمن كوكبة إدارة أعمال جمعيتنا الحبيبة. وهنا أدعو إخواني الجغرافيين وأخواتي الجغرافيات إلى المشاركة بفعالية في نشاطات الاتحاد ومؤتمراته الإقليمية والدولية، لأن مثل هذه اللقاءات هي التي تعرف الجغرافي بالتوجهات الحديثة في الجغرافيا على المستوى العالمي، وتعرف العالم بمجهودات الجغرافية المحلية، وتحقق لجمعيتكم الحضور العلمي والإعلامي في الأوساط المحلية والعربية والدولية. في الحقيقة من المؤسف أن لقاء الاتحاد الجغرافي الدولي 32 كانت المشاركة العربية فيه ضعيفة والمشاركة السعودية فيه أضعف، مع أن هذا المؤتمر أعتبره من أفضل المؤتمرات التي عقدها الاتحاد، إذ تجاوز عدد المشاركين فيه رقم 3000 مشارك من مختلف دول العالم. هناك العديد من المنجزات التي وعدنا بالعمل على تنفيذها في بداية الدورة، وقد تحقق ولله الحمد معظمها، ومنها تنزيل أشرطة وثائقية
على موقع الجمعية بلغ عددها الآن 3 أشرطة. تجميع توصيات الملتقيات الجغرافية العربية على موقع الجمعية. تجميع توصيات ندوات أقسام الجغرافية في الجامعات السعودية على موقع الجمعية. تطوير موقع الجمعية ومنتداها. المشاركة في المعارض الوطنية والدولية. تضمين موقع الجمعية صفحة عن مناقشة الرسائل العلمية وتتضمن ملخصاتها. وأود أن أشير هنا إلى أن هذا العمل الأخير كلف الجمعية الكثير من الجهد والوقت لإنجازه، ولكن التجاوب بدأ جيدا ولكنه فتر في الآونة الأخيرة، إذ أن هذه المعلومات لا تصل إطلاقا أو تصل متأخرة. والهدف من هذه الصفحة هو الإعلام لكل الجغرافيين خاصة طلاب الدراسات العليا عن هذه المناقشات لتمكن من يرغب بالحضور. ولهذا أهيب برؤساء الأقسام ومنسقي الجمعية في أقسام الجغرافيا بتزويد الجمعية بهذه المعلومات لنشرها في الوقت المناسب. وهناك أعمال لا زال العمل جاري على إتمامها أو البدء فيها، وتشمل ترجمة معجم المصطلحات الجغرافية وطباعته، ولم يبدأ هذا العمل لأننا لم نجد الداعم لهذا المشروع الضخم. ترجمة مكعب الجغرافيا وتنزيل الموقع الجمعية لم تستطع الجهة صاحبة الحق معالجة مشكلة التعريب، ولم تمنحنا حق القيام بالمهمة. ولهذا سوف نعمد على القيام بالمهمة من طرف الجمعية بشيء من التعديل والتحوير. التوسع في شراكات الجمعية مع المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة. تقييم الاستراتيجية 50 للجمعية، الخطة المنتهية، وتحديد ما نفذ منها وما يمكن تنفيذه في السنوات القادمة. تنفيذ الخطة التطويرية للجمعية المعتمدة من وزارة التعليم العالي. وهناك أعمال وعدنا بها ولكننا لم نستطع إنجازها لعدم تعاون أصحاب الشأن، وتشمل طباعة بحوث الندوات العلمية في القصيم بعنوان نحو تنمية إقليمية مستداومة في منطقة القصيم، على الرغم من تفضل معالي مدير جامعة القصيم بالموافقة على تحمل الجامعة نفقات طباعة مثل هذا الإصدار العلمي. وطباعة بحوث ندوة الباحة بعنوان التنمية الريفية في منطقة الباحة لعدم وصول البحوث الكافية لإصدار كتاب علمي عن الندوة. في الحقيقة ليس لدي تفسير عن هذا الأحجام على الرغم من توفر التسهيلات اللازمة. آمل أن تكون ندوة الخرج أفضل حظا. هذه بعض الإنجازات والهموم أبثها لأعضاء البيت الجغرافي. أسأل المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا ومجلس الإدارة القادم للمزيد من النجاحات والتغلب على العقبات. في الختام أتقدم أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة لدورة 31-34 بخالص شكرنا وتقديرنا للفرصة التي منحتمونا إياها للمشاركة في إضافة لبنات لصرح الجمعية الذي ننتمي له دوام التقدم والازدهار. واسمحوا لي بتقديم الشكر باسمكم جميعا لكل من ساهم في التنظيم لعقد هذا الاجتماع والندوة العلمية المصاحبة من إداريين وفنيين وإعلاميين ومتعاونين. نعلم أن الشكر لا يكفي، ولكنه رد الفضل لأهله. كما أشكر جميع الإخوة الحضور الذين تحملوا أعباء السفر، خاصة أن لقاءنا هذا العام يتضمن رحلة برية طويلة نوعا ما. أسأل الله أن يجعل مكافأة هذا الجهد في ميزان حسناتهم، وأقول للجميع جزاكم الله خيرا يا أبناء وبنات بيت الجغرافيين في المملكة الجمعية الجغرافية السعودية. فالشكر لمن حضر والعذر مقبول لمن اعتذر، ونعتب على من تجاهل هذه المناسبة دون خبر. ونود أن نذكر أن التعليم والبحث العلمي والتشاور هي عناصر الربط بين أسرة الجمعية، ولا يمكن أن يتحقق هذا الترابط إلا بتأكيد التقاليد الراسخة في إبراز الشعور بالانتماء والعمل الجماعي الذي يوزع الأدوار وينظم العلاقات ويفعل النصوص والقرارات على أرض الواقع. نأمل أن نعمل جميعا على تنمية روح الفريق الواحد في ترسيخ قيم المجتمع الجغرافي الأكاديمي بين أعضاء الجمعية والمهتمين بالجغرافيا، وأن تتجدد مشاركتكم في الدورات القادمة. أخيرا نأمل المعذرة إذا بدر منا أي تقصير أو خطأ غير مقصود، وأن ينتهي لقاؤنا هذا بإبراء ذمة مجلس الإدارة في دورته رقم 13. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيضا أرحب بالفريق المشرف على الانتخابات المجلس الإدارة القادم الدكتور ثالك وزملائه في لقائنا هذه الليلة المباركة، وإن شاء الله بعد يعني مناقشة التقرير الإداري والمالي سيتولى الدكتور ثالك إدارة الجلسة. شكرا لكم. والآن الدكتور علي الدوسري أمين سر الجمعية يتفضل بعرض التقرير الإداري. على المايك أوكي خلاص كافي. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات أعضاء الجمعية العمومية 29 للجمعية الجغرافية السعودية، بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر أمانة الجمعية أن تقدم لكم التقرير الإداري السنوي المتضمن أهم أعمال ومنجزات الجمعية خلال العام 33434 هجري، والتي تم إقرارها في جلسات مجلس الإدارة الثلاث، وهي التي عقدت بتواريخ متسلسلة الجلسة 107 في تاريخ 17/6، والمائة وثمانية في تاريخ 23/11، والمائة وتسعة في تاريخ 17/3. هذه الجلسات احتوت أو تدارست وتناقشت 48 موضوع، واتخذ فيها قرارات صب جل اهتمام مجلس الإدارة أن تتبلور هذه القرارات في مصلحة الجمعية ومصلحة الجغرافيين في المملكة العربية السعودية. التقرير بين أيديكم، تم توزيعه، فنستمع منكم إذا هناك مداخلات أو ملاحظات. شكرا. إذن الآن شكرا للموافقة على التقرير الإداري. الآن الدكتور الفاضل يعرض التقرير المالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، حقيقة كما ذكر الإخوة الزملاء وأستاذنا الأستاذ الدكتور محمد شوقي على ما أشار إليه في التقرير المالي، وهو بين أيديكم، وإن كان لأحد ملاحظة أو استفسار عما ورد فيه من أرقام فيما يتعلق بالإيرادات والمنصرفات، وهذه مختصرة عن الميزانية العامة للسنوات 32 و33. وإن كان يعني من سؤال أو استفسار حول هذه القائمة بالإيرادات أو القائمة بالمصروفات، أنا مستعد للإجابة عليها، لكنني أحب أن حقيقة أنوه وأذكر بالشكر والعرفان، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، حقيقة الجل العمل الذي طلعتم عليه وسمعتم اختصارا لمنجزاته، وكذلك ما ورد في التقرير، جل هذا العمل كله في واقع الأمر يقدم أو تقديمه جاء من جهد من شخص ندين له بذلك كله، وهو أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد شوقي، الذي يبذل وقته كله ليلا ونهار بالمتابعة والاتصال والعمل، فشكر الله له. وحقيقة تعلمت منه الكثير خلال الفترات الماضية من عضويتي في مجلس الإدارة في العمل وإدارة العمل ومتابعته، فالشكر لا يفي حقه، لكن إن شاء الله بالدعاء في ظهر الغيب فشكر الله له. على أننا لا ننسى بقية الأخوة من أعضاء مجلس الإدارة، دكتور محمد الربدي، دكتور علي الدوسري، وبقية الأخوان جميعا، فلهم جميعا الشكر والتقدير. أعود مرة أخرى أقول الميزانية بين أيديكم المختصرة، قائمة الإيرادات وقائمة المصروفات، وهي توضيحية، فإن كان لأحد استفسار أو مداخلة في الموضوع فأنا جاهز بما لدي من معلومات أن أجيب على ذلك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يشكر الأخوة أعضاء مجلس الإدارة السابق الدكتور محمد شوقي بن إبراهيم مكي وجميع الأعضاء على ما قدموه لهذه الجمعية، وهذا قليل في حقهم، لكن كما ذكر الدكتور محمد من لا يشكر الناس لا يشكر الله. بس حبيت أعرف في بالنسبة للميزانية ما شفنا الرصيد كم هو بس في صافي الفائض العام الموجود؟ لا الرصيد الآن العام، الرصيد اللي عندنا الآن في الجمعية. الرصيد العام في واقع الأمر هو مبني على الإيرادات وعلى مبالغ الاستثمارات الموجودة وما وجد، فهذا في واقع الأمر في الميزانية الرئيسية التي يعني يضعها المحاسب القانوني، لكن احنا يعني نحن وضعنا بين أيديكم هذا المختصر لأن كثرة الأرقام ومصطلحات الإدارة المحاسبية. مين مصطلحات ولا شيء؟ كم اللي عندنا الآن؟ إيه نعم. الجمعية كم جمعية كم ما تسلمون يعني المجلس الإدارة مجلس الإدارة السابق، يعني على الأقل يكون معروف كم اللي باقي عندكم، كل الميزانية الباقية إجمالي الموجودات كما ترى 1,701,760 إجمالي الموجودات. إيه نعم هذه 1,433، لكنها ليس لا تعني أنها سيولة نقدية موجودة يعني تحت تصرف مجلس الإدارة أو في صندوق أو في حسابات الجمعية، هذه يدخل فيها المخزون والعهد وغير ذلك. مجمل قيمة الكلية النقدية 1,701,760 ريال، أليس كذلك يا دكتور؟ نعم. بس هو ما مذكور هنا، هو ما شفته انا، انما ليست مكتوبه هنا يعني في لو تكون مكتوبه هي يعني. هي زي ما قلت تفضل دكتور 1,000,000 لكن الرصيد السيوله في البنك هي 400 وشوي، والباقي موجودات واهم واكثرها الكتب اللي تصدرها الجمعيه، يعني ليست جميعا سيوله ما اختل، بس يعني ليش بس يكون معروف يعني بس هنا الميزانية ليست جميعها سيولة، هذه ما اختلفنا في الشيء. نعم. هذا بس حي قال هذا السيولة وهذه نعم. موجود بعض موجودات يعني فقط. صحيح. على كل تشكرون على جهودكم وجزاكم الله الخير. موافقين على التقرير؟ اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ليس هو الموافقة أكيد واردة تماما، وخاصة أني عضو في مجلس الإدارة، لكن فقط تساؤل لعلها تنبيه للأخوة أعضاء الجمعية ككل. أنا أشوف مثلا إيرادات اشتراكات والتجديد هذا العام نقصت عما قبله، وأنا أحث أنهم يعني يسارعون في الاشتراك والتجديد. أيضا إيرادات تبرعات من الأعضاء تقلصت من 14,500 إلى 5,200، ولعل هذه أيضا فرصة للدعوة والحث على التبرع للجمعية حتى تتسلم الجمعية القادمة إن شاء الله ميزانية أكثر وتستطيع أيضا أن تحقق برامجها. شكرا للجميع. شكرا للدكتور الربدي على هذه النقطة، وحقيقة نقطة مهمة جدا. يعني عمل الجمعية أساسا إذا بنعتمد على موارد الجمعية هو يعتمد على اشتراكاتكم، ويعني الكثير من الأعضاء متعودين أنه في لقاء الجمعية يأتوا ويسددوا الاشتراكات، لكن الآن مع الأنظمة الجديدة متابعة الجامعة وإدارة التعاون الدولي لابد تسدد الاشتراكات من فترة مبكرة حتى تسمح الأعضاء بالمشاركة في الاجتماعات. فأضم صوتي لصوت الدكتور ربدي في الحث على التجديد وفي التجديد العضوية، ونرحب بالمشاركات الجديدة. وأيضا شكر موصول الحقيقة لجامعة الملك سعود، الحقيقة مكننا هذا العام من القيام بتنفيذ العديد من الطموحات ودعم الجامعة في العام الماضي. نأمل إن شاء الله نستمر هذا الدعم في العام الحالي، إلى الآن لم يظهر شيء، لكن إن شاء الله نأمل أن يستمر الدعم للجامعة، لأن بدون هذا الدعم لا نستطيع أن ننفذ يعني الكثير من الأعمال. شكرا. عفوا أيضا طيب. لو سمحت يا دكتور أيضا تعقيب من آخر أيضا كما ذكر زميلنا الدكتور محمد الربدي فيما يتعلق بالاشتراكات
وكما تفضل أستاذنا الدكتور محمد بأنها هي الأصل في تمويل إيرادات الجمعية. هناك أيضا كما ترون في هذه الورقة التي أمامكم بأن إيرادات التبرع أيضا من الأعضاء قد انخفض، إيرادات التبرع قد انخفض من 14,500 إلى 5,200، وهذه الحقيقة يعني ما يقرب من الثلث. والمعروف يعني في الجمعيات العالمية على المستوى العالمي أن الداعم الأساسي هم الأعضاء، وهم الذين يتبرعون ويقدمون يعني ما لديهم من إمكانيات عينية أو نقدية، وكذلك أيضا المسارعة في عملية تسديد الاشتراكات، إضافة إلى محاولة جلب أكبر عدد من المشاركين من المتخصصين أو حتى من غير المتخصصين في الجغرافيا ليزداد موارد الجمعية، لأنه ليس هناك مورد إلا من هذه القناتين، قناة التبرعات وقناة الاشتراكات. فأنا أضيف إلى ما ذكره الدكتور محمد وأهيب بالجميع في هذا المجال. ما يتعلق بالرحلات العلمية فأيضا تلاحظون بأنها ما يقرب من الثلث أيضا انخفض إيراداتها، وهذا إن شاء الله سوف يكون في الأعوام القادمة للأخوة القادمين ربما جهود إن شاء الله تعيد بعض الشيء من ما نقص من هذه الإيرادات. طيب خلاص موافقة؟ دكتور الحديثي. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر موصول لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم الحثيثة. عندي الحقيقة ملاحظة على الفقرة 46 المتعلقة ببدل السكن لموظفي الجمعية. طبعا الأخ الصادق والأخ فاروق يعني جهدهم ما يحتاجهم اللي شايلين الجمعية بشكل رئيسي، إضافة إلى مجلس الإدارة، وبالضبط وعلى وجه التحديد اقترح مضاعفة بدل السكن لهم اللي هي في الفقرة 46. أنا لاحظت أنها حدود 3000 ريال، أعتقد أنها نوعا ما قليلة الزيادة، فعلى الأقل يضاعف الرقم ليصبح يعني بالنسبة للصادق يعني واللي موجود 7000 و6000 يكون 14 و12,000. مجرد اقتراح والرأي لكم. جزاك الله خير دكتور. بس هو يعني نوقشت هذه في مجلس الإدارة، والآن يعني زي ما قلت لكم قبل شوي يعني الأوضاع المالية غير واضحة الآن في الجامعة، الآن اللي موجود في الميزانية الآن كلها من يعني دعم الجامعة في العام القادم. يعني أيضا ما نبنحمل ميزانية الجمعية زي ما قال الدكتور تعتمد أساسا على اشتراكات الأعضاء. اشتراكات الأعضاء كم 30,000 ولا شيء زي كذا يعني حول هذا الرقم. الرواتب تكلف يعني الرواتب في وضع الحالي تكلف أكثر من 100,000 ريال. فيعني ما ندري عن الوضع المستقبل، وإحنا ناقشنا هذا وقلنا إذا في المستقبل استمر الدعم ممكن نعيد النظر في يعني في هذا الجانب، لكن ما نريد أن نحمل أيضا الجمعية وبعدين تبقى الجمعية في عجز مالي، فبنأخذها خطوة خطوة على قدر يعني إمكانات الجمعية. إذا بالنسبة للتقرير المالي موافقة من الجميع؟ بالنسبة للأخوات العضوات. الأخوات في أي تعليق يا أخوات؟ ما أقول. طيب شكرا جزاكم الله خير، يعني إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي. جزاكم الله خير. شكرا لكم جميعا. والآن تولى الدكتور تالك. إحنا ننزل دكتور. ننطلق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الأخوان أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور محمد شوقي مكي، نيابة عن الأستاذ الدكتور أحمد العامري وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. نرحب بكم جميعا في هذه الأمسية الطيبة من الجمعية العمومية للجمعية الجغرافية السعودية. أعرف نفسي لكم، معكم زميلكم وأخوكم الأستاذ الدكتور يوسف ابن فؤاد تالك، المشرف
على إدارة التعاون الدولي والجمعيات العلمية. طبعاً النقاش كان جيد، ولكن بودي أرجع شوي على الميزانية المالية، لأنه يهمني أنا في إدارة التعاون الدولي موضوعين. الموضوع الأول، كم موجود، السؤال اللي ذكره الزميل، كم موجود في حساب الجمعية عند انتهاء عمل مجلس الإدارة الحالي؟ المبلغ اللي موجود نقداً 812,411 في سامبا، هذا هو المبلغ الموجود. النقطة الثانية، إبراء الذمة. طبعا كلكم أخوان وزملاء، ولكن هذه مسؤولية على جامعة الملك سعود، وموضوع المال هو موضوع حساس شوي، فطبعا إبراء الذمة لا تؤخذ توكلنا على الله مشينا خلاص تمام. 4-5 أسماء أصوات سمعت أبيها باليد، من يبري ذمة مجلس الإدارة السابق يرفع يده بالله على بركة الله. طبعا أخذنا نفس الشيء في الطرف النسائي كإبراء الذمة، ما شاء الله عدد طيب في الطرف النسائي موجود. طبعا نأتي الآن للخطوة الثانية، حسب القواعد المنظمة لعمل الجمعيات العلمية بجامعات المملكة، هناك مادة واضحة وصريحة تتكلم عن إذا في هناك رغبة من المجلس السابق بإعادة ترشيحه إلى الدورة القادمة لمدة 3 سنوات. طبعا هناك خطاب وتوقيع من أعضاء مجلس الإدارة السابق 9. الآن اللي أنا بدي أتأكد، طبعا اعذروني يا أخوان ما أعرفهم كلهم بالشخصيا، عندي بتوقيعهم أنهم بدهم يعرضوا أمام الجمعية العمومية رغبتهم بإعادة الترشيح كتسعة. النظام المفروض أنه يكونوا 9 موجودين، لا ينفع توكيل ولا تفويض ولا أي شيء. فأنا حذكر الأسماء وإني أشوف بس الأيادي حتى أتأكد أنه 9 موجودين. طبعا في البداية الأستاذ الدكتور محمد شوقي مكي، الدكتور محمد بن صالح الربدي، الدكتور محمد بن عبد الله الفاضل، الدكتور علي بن عبد الله الدوسري، الدكتور محمد بن عبد الحميد مشخص، الدكتور محمد بن إبراهيم الدغيري، الدكتور محمد بن دخيل الدخيل، الأستاذ محمد بن أحمد الراشد، والدكتورة عنبرة بنت خميس بن بلال، أخذنا كمان موافقاتها وتوقيعها. فالآن حسب القواعد يحق للمجلس السابق أنه يطلب إعادة ترشيحه بالكامل حضوريا بوجودهم 9 لفترة واحدة فقط. فطبعا أخذنا التصويت في النساء، باقي عندي الآن أشوف من الطرف الرجال هنا من يرغب بإعادة ترشيح المجلس بالكامل 9 يرفع يده بالله. عبد العزيز وعبد الله ممكن تعد لي بالله، حنتعبكم شوي بس خلي الايادي. والله العدد اللي في النساء ترى يعني حول العدد هذا ما شاء الله، وللنساء هناك تمام يعني اقل من النص طلب اعاده الترشيح. طيب اعتقد انه عندنا العدد بالكامل ما شاء الله على بركه الله. فإعادة ترشيح المجلس السابق إلى المجلس الحالي تبدأ من هذا العام لمدة 3 سنوات بالتوفيق إن شاء الله. الآن أبغى من الأعضاء 9 الانتهاء بهذه الجلسة من اختيار رئيس الجمعية ونائبه وأمين المال وأمين السر، يعني ما نطلع إلا وأنا عندي 4 مناصب كلها. للأخوة جميعا شكرا جزيلا لكم، وأهنئكم مرة أخرى حقيقة بالتميز الذي حصل للجمعية الجغرافية السعودية. تعرف هناك تنافس كبير في هذا الموضوع في الجمعيات الأخرى، ولكن يعني زي ما يقول بيضت الوجه الجامعة لمدة 2 سنين أداء عمل الجمعية هذه وكفاءتها تمام جعلتها في المرتبة الأولى، فهذه تهنئة. من ناحية الدعم فطبعا تعودت الجامعة على نوع معين من الدعم. طبعا الآن هناك الأمل كبير بالإدارة الجديدة
من معالي مديرها ومن وكيلها، وطبعا متوسمين خير بإذن الله ببقاء كثير من الأمور اللي كانت موجودة، وحتى بالعكس الطلب بالأكثر من هذا، فهمت؟ لأن الجمعيات تستاهل عمل تطوعي زي ما قال الزميل، والعمل التطوعي هذا تمام يبغاله نوع من الدعم المالي للأنشطة بأكملها، وخصوصا أنه هناك أنشطة في كل مكان أراها في هذه الجمعية، فهنيئا لكم بهذه الجمعية وأتمنى لكم التوفيق. أي سؤال من طرفكم عن الإدارة؟ السلام عليكم ورحمة الله.